هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا حرب على المغرب تلوح في الأفق لأنها هي اللي تكون خلاص للعصابة الحاكمة والنافذة واللي عندها السلطة في يدها عصابة عسكر يقودوا فيها ناس ما عندهم والو في الدماغ سي دي فاتونغير هاي نروح للحرب انه حكاية توقيف غلق المجال الجوي في وجه الطيران المغربي وقطع العلاقات الدبلوماسية ما جاش فيها التبون ما جاش فيها التبون جات عند شنقريحة وجماعته والعسكر اللي معاه هما اللي راهم تبون عنده واحد يقولوا جوادي محمد السعيد المدير ديوان ديالو هو لا تيت بونسون تاعو انسان كيما تشوف البوال شنقريحه مهبول مخلط له جوادي كيف كيف لانه معاديه عداه لا كونتاميني سي دي فاتونغان الوغ نديرو انتخابات مسبقه باش ناخذ الوقت نجيبو واحد تاعنا بلا هذا المرشح ديالنا راح يوجد صعوبات حنا راح نوجدو صعوبات باش نفرضوها فرضا انو الشارع الجزائري يتنظم ويقدم مرشح نقولو اليوم عندك مرشح هاي زبيدة السلاي مرشحة ايا اجماع عليها قال هذه هي المرشحه تاعنا راح تفسد لهم الصوت ما يقدرش يزوروا لانه ما يحبك ما تشاركش ما يكونش عندك مرشح يجيبوا هذوك اليابر تاعهم هذوك الاران تاعهم ويديروا كيما بغاو ما تجيب لهم مرشح تاع الشعب هنا تخسر لهم العزيمه دونك هذا واش نديروا نبطلوا كلش كيفاش نبطلوا نعلنوا حرب على المغرب بوليزاريو روح عبد التيري اضرب والمغرب يحب يرد يحب يرد احنا ندخلوا وهي ماشية هذا السيناريو اللي درس وكنت كلمت عليه من قبل وطران دايرين عدة سيناريوهات واليوم من الناحية العسكرية الثالثة بشار قائد الناحية راهو تلقى تعليمات منذ أكثر من 15 يوم أو 20 يوم من عند شنقريحة يقول له يلزمك تكون جاهز لحرب ضد المغرب ولا 48 بي بي نفس الشيء لابريكات ناندي مش ديرها لازمها توجد روحها والقائد تاعها راهو يحضر ويزيد ما عندهمش شيء اخر باش يفسدوا اللعب دونك على هذه اللي خلي ما يكملوش العهد تاع تبون وبالتالي اذا ما كانش انتخابات معنا عدلنا تاريخ الانتخابات ولكن نقول ممكن ما تنداش تفسد بلا يشوفوا الشعب جايب لي مرشح اللي باش يكسر الخطة تاع العسكر ابن شو الانتخابات كيفاش نحبس عندها حرب بلادنا في خطر هاو المروك صدم علينا هاك انا اللي صدم عليه تحرش عليه البوليساريو قول ربي يقدر الخير لبلادنا بيقدر خير مهم
كاين حاجه اللي باش تحل كاين تغييرات باش تحدث إعادة توزيع الأوراق. إعادة توزيع الأوراق اللي باش يحصل شوفوه بعد الجنكة.